مرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، حيث نطالع أبرز وأهم ما قالته الصحف الصادرة اليوم، والبداية من المواقع الإخبارية، حيث قال الموقع بوست في عناوينه: اليونيسيف فرقنا الطبية أنقذت 600,000 طفل يمني من الأمراض وسوء التغذية. وقال الموقع إن اليونيسيف أكدت أن فرقا صحية متنقلة في اليمن استطاعت الوصول بنجاح إلى 600,000 طفل دون سن الخامسة، وقدمت لهم خدمات بما فيها علاج أمراض الطفولة. ويضيف الموقع أنه خلال السنة والنصف الماضية وحدها، وبسبب تدهور الخدمات الصحية، توفي أكثر من 10,000 طفل جراء أمراض يمكن الوقاية منها. موقع يمن مونيتور عنوان في أحد موضوعاته عن محافظة الجوف: مستشفى وحيد في الجوف، من خارج التاريخ إلى حاضر العمل والإنجاز. وقال الموقع: تحتاج للوصول إلى محافظة الجوف شمال اليمن أن تسافر عبر التاريخ قبل الجغرافيا، فهي منسية من ذاكرة الحكومات المتعاقبة ومن خطط البناء والتنمية، لا يصلها إلا النزر اليسير من خدمات الصحة والتعليم والاتصال. ويتابع الموقع: أنشئ المستشفى الأول والوحيد في مركز المحافظة عام 1985، ويفترض بهذا المستشفى أن يقدم الخدمات الصحية لكافة مديريات ومناطق المحافظة، والتي تتميز بتجمعات سكانية متفرقة على شكل قرى ومخيمات البدو الرحل، وبقي هذا المستشفى لفترة زمنية طويلة كمبنى دون خدمة ولا صحة. ويفيد يمن مونيتور: استطاع الطاقم الإداري والطبي افتتاح قسم العمليات مؤخرا بطاقة استيعابية تضم غرفة للعمليات الكبرى وأخرى للعمليات الصغرى، بالإضافة إلى غرفة للعناية المركزة بثلاثة أسرة، واستطاع القسم أن يجري 56 عملية جراحية كبرى حتى الآن. الحوثيون وهم المظلومية وخرافة أقلية كيري. تحت هذا العنوان كتب وضاح الجليل مقاله المنشور في العرب الجديد، وقال الكاتب في أجزاء من المقال: يرى الغرب شعوب العالم الثالث وخصوصا الشرق الأوسط جماعات متناحرة، وهذا التعاطي ليس بريئا أو تلقائيا وليس سطحيا أو ساذجا، فهو يدفع إلى تجذير المشكلات وتعميقها من خلال تنميط الصراع وإزاحة الحلول الممكنة له والمتجسدة بالمواطنة والعدالة، إلى إنتاج صيغ تقوم على المحاصصة توفرها فضاءات السياسة الغربية لقراءة خريطة الصراعات في العالم الثالث والتضامن مع الأقليات المضطهدة المزعومة وإنصافها. وعادة ما يكون لهذه الأقليات المفترضة منظومات نشطة من الجهات والناشطين يؤدون أدوارا مهمة في تزييف الواقع وتقديم صورة نمطية للصراعات، ما يسهل التدخل في شؤون الدول بمبررات كثيرة، بينها دائما حماية الأقليات باتجاه تمكين جماعات عصبوية طائفية أو عرقية من السلطة والثروة على حساب بقية أفراد الشعب وفئاته، ويحيل إلى استمرارية الصراعات وديمومة لا عدالة، فتفقد الشعوب استقلاليتها وسيادتها على أراضيها وثرواتها وتنشغل بالمحاصصة والنزاعات. وفي حالة اليمن فإن لوب الناشطين والمنظمات الداعمة للإنقلابيين وبمساندة دوائر الغرب ينقل صورة مشوهة إلى الرأي العام الغربي، يظهر فيها ثنائي الحوثيين وصالح طرفا مضطهدا يتعرض لمحاولة اجتثاث محلية وإقليمية، ويتجاهل جذر المشكلة وأسباب الصراع والجرائم التي يرتكبها ثنائي الانقلاب. وإلى موقع عدن الغد، والذي تابع العديد من الموضوعات وجاء في عناوينه: اشتباكات مسلحة بين متنازعين على أراض وسط حي إنماء بعدن، وعنوان من يافع: قوات أمنية تداهم مخازن أسلحة في يافع، ومن عتق: محافظ شبوة يعيد بحل مشاكل إذاعة شبوة. وعن تطورات الميدان: معارك عنيفة في كهبوب بمحافظة لحج، والمقاومة تسيطر على عدة مواقع وسقوط جرحى. موقع عدن تايم عنوان في صفحته الرئيسية: سلاح وكاميرا متطورة ترافق عملية اغتيال ضابط متقاعد. وقال الموقع المهتم بشأن المدن المحررة: بدت عملية الاغتيال الذي تعرض لها الضابط المتقاعد وأحد منتسبي جهاز الأمن السياسي علي مقبل مختلفة عن عمليات الاغتيال التي تنفذها عناصر مجهولة،
وجه الاختلاف حسب ما يقول الموقع أن الجناة ظهروا ببزاتهم المهندمة حاملين مسدسات كاتمة للصوت مع بروز كاميرا ذات تقنية عالية رافقت عملية الاغتيال، وتشير معلومات متداولة عن الكاميرا أنها مزودة بالاتصال عبر النت وتليفون وتلتقط لحظة بلحظة صورا للعملية بدقة عالية جدا. مقصلة التاريخ ثورة الجائعين. تحت هذا العنوان كتب خالد الرويشان مقاله منتقدا من يطالبون الشعب بأن يمنحهم ما تبقى له من مبالغ بسيطة ليستمر، وقال الرويشان: تطلبون من الشعب أن يتبرع للبنك، تطلبون ولا تخجلون، بينما الشعب يموت جوعا وقهرا وظلاما، الملايين لا تجد حتى أجرة الحافلة. هل ترون أحوال الشعب البائسة؟ هل تحسون بعذابات اليمنيين يا غبار التاريخ؟ هذه الصورة كافية لأن تعودوا لبيوتكم بينما يقطر الندم والخجل من أردانكم وآذانكم. وبالإشارة إلى الصورة المشهورة عن امرأة ينام طفلها إلى جوارها في أحد الشوارع، أنتم مجرد أجراء لدى هذه المسكينة وطفلها، بل إنكم أجراء غير شرعيين. أنتم لا تملكون هذا الشعب كي يتم استعباده وتجويعه وإهانته بهذا الشكل، وتريدون أن تحكموا بعد هذا الفشل الذريع والجوع المريع. الناس لا تأكل خطبا ولا شعارات أيها المجانين. قيل لملكة فرنسا ماري أنطوانيت: الشعب لا يجد الخبز، فأجابت: لماذا لا يأكل البسكويت؟ بعدها بأسابيع اندلعت ثورة الجياع، وتدحرج رأس الملكة الأنيق تحت مقصلة الشعب. وبعدها بمئات السنين قيل لزعيم انقلابيين في اليمن: الشعب لا يجد قيمة الخبز، فأجاب: ولماذا لا يتبرع الشعب للبنك؟ بعدها بأسابيع اندلعت ثورة الجياع وتدحرجت كل الرؤوس. التاريخ يعيد نفسه أحيانا وبرعونة، فقط لكي يعلم الحمقى وما أكثرهم في هذه البلاد. إلى موقع المصدر أونلاين والذي عنوان في صفحته الرئيسية: مقتل شخصين يشتبه بانتمائهما لتنظيم القاعدة في غارة بطائرة أمريكية بدون طيار وسط اليمن. وعنوان من العاصمة المؤقتة: مصافي عدن تعود للعمل بعد وقف الإضراب عقب لقاء برئيس الحكومة. وعنوان من تعز: مقاتلات التحالف تستهدف مواقع للحوثيين في الربيع بتعز وسقوط قتلى وجرحى. إلى موقع الشاهد والذي تابع أحد الموضوعات المتعلقة بالرياضة وعنوان: أصغر بطل للشطرنج يتحدث عن الحرب على الرياضة باليمن. الطفل الموهوب معتز منيف الجائفي بطل الشطرنج الصغير قال لموقع المشاهد أنه يتمنى أن تقف الحرب في بلده، فالحرب بتأكيده أعاقت كثيرا من طموحاته، ويأمل أن يكون بطلا للعالم في الشطرنج ممثلا عن اليمن الذي أحبه، ويريد من القائمين على الرياضة في اليمن أن يتيحوا المجال للرياضيين المؤهلين وأن تتوقف المحسوبية في اختيار اللاعبين. وأفاد لاعب الشطرنج أنه يستخدم كل الوسائل المتاحة للتدرب بما فيها النت والمواقع الخاصة بالشطرنج وعبر كتب الشطرنج. جولتنا المصورة اليوم برفقة الصور التي التقطتها أميرة الشريف وأعاد نشرها موقع صورة اليوم Photo of the Day، توثق هذه الصور جزءاً من حياة أهالي جزيرة سقطرة وعلاقتهم وارتباطهم بالمياه المحيطة بهم والتي تتحول في 4 أشهر من السنة إلى سور يطوق الجزيرة ويمنعها عن التواصل مع محيطها. لنتابع الصور.
نذهب إلى فاصل قصير قبل أن نعود لنطالع أهم ما تناقلته الصحف العربية الصادرة اليوم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، وإلى صحيفة العرب الجديد التي اهتمت بالشأن اليمني وعنونت مصافي عدن النفطية تعود للعمل بعد وقف الإضراب. وتقول الصحيفة إن عمال مصافي النفط في عدن أوقفوا إضرابهم بعد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، حيث تم الاتفاق على معالجة قضايا الخلاف بين الشركة وعمال المصافي دون الإضرار بمصلحة أي منهما. وكان موظفو شركة مصافي عدن الحكومية لتكرير النفط باشروا إضرابا شاملا على خلفية عدم صرف رواتب الخمسة الأشهر الماضية، ما أدى لانقطاع الكهرباء عن عدن نتيجة توقف ضخ الوقود لمحطات الكهرباء. صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت في الشأن اليمني: مصرع عشرات الانقلابيين في جبهتي تعز وميدي. عنوان آخر: واشنطن تطالب الانقلابيين بالإفراج عن مختطفين أمريكيين. ومن العناوين أيضا: تضرر 1900 منشأة صحية في اليمن. إلى أين نسير؟ تحت هذا العنوان كتب صادق ناشر مقاله في صحيفة الخليج، وقال الكاتب في أجزاء من مقاله: من يتأمل المشهد الذي تمر به دول عربية من حروب وفوضى وعدم استقرار وفتن مذهبية وطائفية يدرك أن العرب لم يعودوا قادرين على إدارة صراعاتهم وخلافاتهم الداخلية، وصاروا يستنجدون بالعامل الخارجي فاعلا رئيسيا في المشهد. وأبرز تجليات ذلك ما حدث خلال العقود الماضية عندما تمكنت الولايات المتحدة من القضاء على دول عربية بأكملها وإدخالها غرف الإنعاش. العراق نموذجا، وتخلصت من نظام الرئيس صدام حسين وتهدد في الوقت الحاضر مصير دول أخرى. في المقابل بدأت قوى عالمية أخرى في التعاطي مع الأزمات في الشرق الأوسط وفق النموذج الأمريكي، ولعلنا نرى اليوم الدور الروسي الكبير في الأزمة السورية، حيث تحولت روسيا إلى أهم لاعب دولي في الشرق الأوسط. دور روسيا لا يقل خطورة عن الدور الأمريكي، وما تقوم به موسكو في الوقت الحاضر في الأزمة السورية يؤكد حقيقة أن الروس لم يأتوا إلى المنطقة ليمارسوا دورا ضعيفا. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وروسيا تلعبان ومعهما بعض القوى العالمية المؤثرة في ملعب الشرق الأوسط، إلا أنه لا تأثير حقيقيا للعرب حتى الآن، لأنهم يكتفون بالمشاهدة، حالهم حال بقية شعوب العالم، فهم لا يدركون أن تأثير الصراع صار يحرق الأرض من تحت أقدامهم، وأن الوقت قد حان لإعادة رسم خريطة جديدة يختفون منها وإلى الأبد وفق الرؤية الأمريكية الجديدة. قالت صحيفة الخليج الإماراتية إن ميليشيا الحوثي تشن حملات اختطاف للتجار وموظفين. وقالت التفاصيل: تشهد العاصمة اليمنية صنعاء تصعيدا لانتهاكات الميليشيا الانقلابية التي دشنت حملة اعتقالات موسعة شملت موظفين ساخطين على ممارسات الحوثيين ونهبهم لمستحقات مالية تحت مبرر دعم ما يسمى المجهود الحربي. وتنقل الصحيفة عن ناشط حقوقي بصنعاء قوله إن الحوثيين نفذوا حملة اختطافات قسرية طالت العديد من موظفي المؤسسات الحكومية الساخطين على نهب مستحقات مالية بمبرر دعم ما يسمى المجهود الحربي. ناشط آخر في محافظة عمران أكد قيام مجاميع مكثفة من الحوثيين بشن حملة اختطافات طالت العديد من التجار الذين رفضوا تقديم إسهامات مالية لدعم المجهود الحربي، منوها بأنه تم نهب متاجر المختطفين. وحول آخر التطورات الميدانية، قالت صحيفة القدس العربي في أحد عناوينها: معارك بين الحوثيين والجيش اليمني بمدينة ميدي الحدودية مع السعودية. وفي التفاصيل قالت الصحيفة إن معارك عنيفة اندلعت بين مسلحي الحوثي وقوات الجيش الموالية للحكومة اليمنية الشرعية من جهة أخرى بمدينة ميدي الساحلية بمحافظة حجة الواقعة على الحدود مع السعودية. وقالت مصادر محلية إن الحوثيين والقوات الموالية لهم تصدوا للهجوم الذي شنه رجال الجيش على مواقعهم تحت غطاء جوي مكثف من مقاتلات التحالف العربي، ولفتت إلى أن قتلى وجرحى سقطوا من الجانبين ولم تتضح حصيلتهم. صحيفة الحياة قالت إن وزارة الخارجية الأمريكية أعربت عن قلقها البالغ من التقارير التي تفيد باحتجاز مواطنين أمريكيين بغير حق في مكتب مقر جهاز الأمن القومي الذي تسيطر عليه الميليشيات الحوثية في صنعاء.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه في حال تعرض أي مواطن أمريكي احتجز ظلما في اليمن للأذى فإن ذلك سيكون مسؤولية تلك المنظمات أو المجموعات أو الأفراد الذين احتجزوهم. وأضافت أن الولايات المتحدة تراقب الوضع في اليمن عن كثب وتدعو الحوثيين إلى الإفراج فورا عن أي مواطن أمريكي محتجز. السياسي والمفكر السوري برهان غليون كتب مقالا عن حال العرب وما وصلوا إليه اليوم. وقال غليون في مقاله المنشور في العربي الجديد: عندما نفكر بالدول العربية كلا على حدة نكاد لا نعثر على نقطة مضيئة واحدة نرتكز عليها أو يمكن أن نراهن عليها من أجل تفعيل آليات التضامن والتعاون بينها ودفعها إلى الخروج من حالة الفريسة المستسلمة لمصيرها بانتظار ما يقرره لها الآخرون. هكذا يبدو العالم العربي الذي يشكل أكبر كتلة بشرية فيما اعترف على تسميته الشرق الأوسط، فاقدا أي دور في المعركة الدولية الكبرى التي تجري على أراضيه من أجل إعادة ترتيب التوازنات وتوزيع المصالح وربما تغيير الخرائط الجيوسياسية وصوغ الأجندة السياسية للمنطقة الشرقية لأجيال عديدة قادمة. ويجد العرب أنفسهم أكثر فأكثر اليوم مجبورين على القبول بالمشاركة في معارك مفروضة عليهم في إقليمهم والانصياع لقرارات لا تخدم مصالح دولهم وشعوبهم والتنازل عن دورهم والكثير من حقوقهم. ومع ذلك لم تنتهي معركة تحرير العالم العربي وإعادة بنائه، بل هي بالكاد قد بدأت، لكن إذا كان لا يزال هناك أمل في كسبها فهو معقود على الشعوب والرأي العام وبشكل خاص على جيل الشباب الذي حرم من ماضيه وهو مهدد بالحرمان من مستقبله أيضا. أما الدول والنخب الحاكمة فأغلبيتها تتخبط اليوم ولزمن طويل في أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية المتفاقمة، بينما هي مضطرة للزج بنفسها من دون حماية ولا شراكة ولا حليف في جحيم المواجهة الضارية للدفاع عن وجودها وحيدة من دون حماية ولا صداقة ولا حلفاء. بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نترككم في أمان الله ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.